اهلا بيكو. ده الفيديو الثاني في المحاضره بتاعه Principles of Learning. في المحاضره اللي فاتت اتعلمنا What is Learning وخدنا الكونسبت بتاع Knowledge والSkills والAbilities. النهارده او في الفيديو ده هنتكلم على ازاي احنا بنتعلم. هنشوف حاجه اسمها Bloom's Taxonomy وازاي عملية التعلم دي بتيجي خطوة بخطوة. تعالوا هنا نبص على اول خطوة بالنسبة لنا او اول حاجة بالنسبة لنا، ان انت بتشوف دلوقتي وانت بتكتسب معلومات من الدنيا اللي حواليك ازاي. اكتساب المعلومات الحقيقة في الأساس هيبقى مبني على الحواس بتاعتك، هتسمع، هتشوف، هتشم، هتلمس، و و و دي الحقيقة الخطوة الأولانية اللي مش موجودة أو ما بيكلموش عنها كتير، لأن هي بتعتبر حاجة منطقية وجاية بالفطرة. أنت بتكتسب معلومات عن طريق الحواس بتاعتك. مع ذلك لازم ناخد بالنا أن السمع والرؤية هما دول النقطتين الأساسيين في عملية التعلم، إنك بتسمع حد بيقولك حاجة أو بتشوف حد بيعمل حاجة. هما دول الخطوتين اللي بنبتدي نبني عليهم أو المصدرين اللي بنبتدي نبني عليهم اللي بعد كده. اللي بعد كده بتيجي مسألة بقى إن أنت تعيد التعرف على حاجة، اللي هو بنسميه الريكوجنيشن. الريكوجنيشن هو ان انت عندك معلومة اساسا وبتبتدي تسترجعها. دي ايه؟ دي ايد. انت عرفت منين ان دي ايدي او ايد بني ادم؟ لان انت شفت قبل كده ايد وتعرف ان دي ده شكل الايد وبالتالي تعرفت عليه. يجي بعد كده الخطوة اللي تليها، وهي خطوة ان انت تفهم ايه اللي بيحصل في الدنيا، الكومبريهنشن، الحاجات ازاي لها علاقة ببعضها. لما بتخبط حاجة، الحاجة بتطلع صوت، يبقى انت ابتديت تربط وتفهم ان الدنيا فيها اصوات وفيها حاجات لما بتخبط في بعضها بتيجي اصوات. يجي بعد كده فترة ان انت تستخدم الكلام ده بقى، الابليكيشن، ازاي تستخدم المعلومات اللي انت عرفتها. تبقى دلوقتي لما تعوز تبعت اشارة او ان انت تعوز توصل معلومة ممكن تستخدمها عن طريق ان انت تخبط على الترابيزة او ان انت تعمل دوشة بحاجة. يجي بعد كده مرحلة الكونكشن او مرحلة انك تبني علاقات بقى ما بين اللي بيحصل في الدنيا وما بين اللي انت بتعمله او ما بين الحاجة اللي انت بتستعملها دلوقتي او اللي انت اتعلمتها. مثلا انت لما بتعمل دوشة، في حد بيجي يقول لك بطل الدوشة او حد يجي يقول لك في حاجة اقدر اساعدك فيها، يبقى هنا نقدر نستخدم الاشارات دي في ان احنا نستغيث بحد او ان انت تطلب المساعدة او تطلب حاجة من حد. يجي بعديها المرحلتين الاعلى بقى، وهما مرحلة الجاجمنت والكرييشن. مرحلة الجاجمنت ومرحلة الكرييشن دول مراحل ان انت بقى بتبتدي تدرك علاقات اوسع وتبتدي تقيم ايه اللي بيحصل وتشوف ايه اللي احسن وايه اللي احسن منه، وان انت تبتدي تخلق اشكال جديدة من المعرفة ومن العلم. عموما لو احنا بنتكلم على training the trainer بشكل عام، training the trainer احنا عادة بتلاقينا بنشتغل في المرحلة بتاعة الcomprehension والapplication اكتر، وشوية في الconnection. كان في واحد اسمه بلوم، اخترع حاجة اسمها بلومز تاكسونومي، عمل فيها اللي احنا قلنا عليه ده، وان كان ما حطش الليفل زيرو اللي احنا حطيناه اللي هو بتاع السنسز. فقال لك ان انت الاول بتريمبر اللي هو الريكوجنيشن، وبعد كده اندرستاند، بعد كده ابلاي اللي هو يوزنج الحاجه، بعد كده الاناليسز، وبعد كده الايفالويشن والكرييشن. الايفالويشن هنا اللي انا سميته جادجمنت، وبعدين تخلق معرفه. فبلومز تاكسونومي ده الحقيقه بيتبني عليه كتير قوي ان لم يكن كل العمليات التعليميه. انت بتبقى عايز تعرف انت فين.
زي ما بقول لك احنا تقريبا في شغل ال شغل التريننج يوجوالي بنبقى شغالين هنا اهو ما بين ابلاي وشويه اندرستاند وشويه انالايز. الدراسات العليا وشغل الابحاث هو اللي بيدخل في مرحله الايفالويشن والكرييشن، لكن لازم بيبقى مبني طبعا برضو على الاناليسز. الدراسات البسيطه والمراحل البدائيه خالص في اي معرفه هي اللي بتبقى مبنيه على الريمبرنج وشويه اندرستاندنج. ده مش معناه ان انا وانا بعمل تريننج ما بحتاجش عمليه الريمبرنج او عمليه الاندرستاندنج، لا انا دايما برضو بدي معلومه جديده، لكن المقصود هو حجم المعلومه دي مقارنه بحجم المحاضره او الدرس اللي انا بشتغل فيه. فانا لما باجي اديك النهارده مثلا ترين ذا ترينر، بعضكم يمكن سمع عن بلومز تاكسونومي قبل كده لكن بعضكم ما سمعش، فهنا تعتبر بالنسبه له بلومز تاكسونومي a new piece of information هيبني عليها بعد كده. لو فهمها كويس وعمل لها understanding هيقدر يابلاي بقى ان هو يجهز المحاضرات بتاعته ويجهز الكورسات بتاعته على اساسها. الست مراحل دي من مراحل التعلم دي زي ما بقول لكم اللي بيتبني عليها تقريبا كل عمليات التعليم وكل عمليات التدريس. اخر حاجه في الفيديو ده نتكلم عليها هي الكون، ده الكون اللي بنسميه الكون اوف اكسبيرينس. الكون اوف اكسبيرينس هنلاقي فيه ان دي مبني على دراسة اتعملت في الستينيات والحقيقة لسه تطبيقها موجود او لسه محدش قال انها غلط. بتقولك ان انت تقريبا بتفتكر 10% من اللي انت بتقراه وحوالي 20% من اللي بتسمعه وحوالي 30% من اللي بتشوفه، لكن 50% من اللي بتشوفه وبتسمعه. علشان كده الفيديوهات مثلا او المحاضرات بتبقى مفيدة. ليه؟ لانها بتبتدي تتكلم من هنا بقى، ان انا في واحد بيكلمك وانت شايفه وهو بيعمل حاجة او شايفه وهو قدامك بيتحرك، الصورة مع الصوت بيخلي المعلومة تثبت اكتر. يعني ذلك بقى مرحلة ان انت تحاول تكتب او تطبق اللي انت اتعلمته. دي بيقول لك انت بتفتكر حوالي 70% منها و90% من اللي بتعمله بايدك لو ان في حاجه عمليه هنشتغلها. طبعا الترتيب ده انا مش بشكك فيه، وانما بس بحب افكرك ان احنا متقسمين برضو لطرق تعلم. في بعضنا احسن طريقه يتعلم بيها انه يقرا، بالرغم من ان احنا بنقول ان 10% من اللي بتقراه هو اللي بتفتكره، دول لما بيقروا بيفتكروا كل حاجه بيقروها. ده الحقيقه خاصيه بعض الناس، دول لما يسمعوا حاجه برضو يفتكروها كويس قوي. فهنا دول هم الاوديو سوري الفيربال، ولما بيسمعوا بنسميهم اوديو. في بعد كده الفيجوال اللي بيشوف، الناس اللي هي مركزه قوي في الصوره اللي بتشوفها، اي حاجه بتشوفها بتفتكرها. ممكن بقى نيجي نتكلم على اوديو فيجوال، واحد يحب يحضر محاضره او يسمع محاضره يتفرج على محاضره، ده بيحب يشوف ويحب يسمع. كذلك في نوع ثالث من الناس وهو الكينستاتيك، ودول الناس اللي تحب تشتغل بايدها. في ناس كتير قوي ما تعرفش تتعلم حاجه الا اذا عملتها بايدها. وبالتالي تقسيمتنا دي برضو بتفرق احنا انهي ليفل من دول بنتعلم منه اكتر. كتير مننا بيجمع حاجتين، تلاقي اوديو فيجوال، فيجوال كينستاتيك، كينستاتيك فيربال، لكن بيبقى لك تفضيل اكتر لواحده من الثلاثه، مبني على شخصيتك، مبني على قدرتك فين اعلى في الاستيعاب. احنا كده شفنا بلومز تاكسونومي وشفنا الكون اوف اكسبيرينس، دول حقيقة هنحتاجهم كتير واحنا بنجهز اي محاضرة او اي كورس، وهنرجع لهم من حين لاخر. ارجو ان هم يكونوا واضحين.
إذا ما كانوش واضحين قوي، في معلومات كتيرة قوي موجودة على الإنترنت ممكن تقراها عشان تتعلم أكتر عن بلومز تاكسونومي وعن الكون أوف إكسبيرينس، علشان هناخدهم ونبني عليهم بعد كده في شغلنا. نرجع مع بعض دي المحاضرة الجاية إن شاء الله نكمل كلامنا، أو الفيديو الجاي نكمل كلامنا عن الفاندمنتالز أو برنسبلز أوف ليرنينج. أشوفكم المحاضرة الجاية إن شاء الله.